عقد في دبي عام 2008. تحتضن جامعة زايد مؤتمر الدراسات القديمة الدولي 2010 الذي يستقطب 12 شخصية من مع الباحثين في أصول الحضارات وجذور المغامرة الإنسانية على كوكب الأرض. تفاصيل أكثر لدى الكاتب والباحث في علم المصريات الدكتور أحمد عثمان. المؤتمر مهم لأنه مشترك فيه 12 من علماء الحضارة. المفروض أنه اللحظة الحالية الشباب الناس لازم نعرف أصل الحضارة البشرية، إيه اللي حصل فيها، إيه المراحل الهامة، الخطوات اللي خطاها الإنسان منذ أن كان في الغابة بيصطاد لغاية الآن. وأفتكر أنه إحنا في الشرق بالذات نفتقد كتير إلى المعرفة التاريخ، رغم أن المنطقة العربية هي مهد الحضارة البشرية. يعني الحضارة البشرية الغربية الحديثة بدأت في منطقة الشرق الأوسط، بالتالي الإنسان العربي والشباب العربي الآن يجب أن يعرف تاريخه ومساهمة الإنسان العربي أجداده في إقامة الحضارة البشرية الحديثة. الهدف هو توسيع أفق الإنسان وخيال الإنسان حتى يعرف هو رايح فين وجاي منين والتغير اللي بيحصل في الطقس والتغيير الجو.